ما ننتقل بقى ليه احنا عاملين كيك بمناسبه زي ما كنت بقول لحضراتكم عيد ميلاد مشروع اويا بيج هولدنج. احنا عايزين استاذ كريم حابب ان هو يقول كده. مساء الخير عليكم جميعا. طبعا اول حاجه طبعا انا كان نفسي اسقف لكم بايدي لوحدي لكل شركات البروكر التسويق العقاري. الحقيقه انتوا نجحتوا النهارده وصلتونا ل 600 عميل واحنا دلوقتي بنتارجت 1200. يعني احنا فاضل لنا كمان 600 عميل وانا ما بسمهاش عميل قد ما اقول عيله. يعني كل العملاء اللي موجوده معانا دلوقتي انا بعتبرهم هم عيله اويا. والحقيقه طبعا انا بشكر جدا مديري الاستاذ نادر بدر لانه الحقيقي كنا بنتعاون مع بعض وعملنا خطه حقيقي نجحت ووصلنا دلوقتي ان احنا في العاصمه الاداريه من الاسماء اللي ليها طلب في السوق بالنسبه للعملاء. بشكر جدا المهندس حازم الشريف رئيس مجلس اداره شركتنا شركه ايدج القبضه. المهندس حازم حقيقي ما بخلش علينا في اي حاجه احنا كنا محتاجينها عشان نحقق التارجت بتاعنا. بشكر طبعا فريقي بالكامل ان هو حقيقي كنا بنشتغل ساعات بنوصل ان احنا ما بننامش عشان نوصل لمليار و500 الف جنيه مليار ونص في ظرف 9 شهور. فالحقيقه انا بشكركم كلكم جميعا وان شاء الله الفتره اللي جايه هنشوف مشروع تاني لاويا لان ايدج بتستهدف الساحل الشمالي بتستهدف 6 اكتوبر. احنا هنخلي عليتنا ان شاء الله نوصل استثماراتنا ل 30 مليار جنيه. انا بشكركم جميعا وان شاء الله تقضوا يوم جميل معانا وبشكر كل الناس اللي حضرت النهارده وشرفتنا. بشكركم جميعا. شكرا ليك يا كريم. هسيب حضراتكم مع التورته وزي ما كنت بقول عيد ميلاد او السنه الاولى لمشروع اويا وبعد كده هيكون معانا نجم الغناء الليسي. بشكركم جدا وان شاء الله تستمتعوا النهارده.